فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى قول السلف رحمهم الله إن آيات الصفات لا تفسر، هل معنى ذلك؟ ما قالوا لا تفسر، ما قالوا لا تفسر، يقولون تقر على ما معناها، ولكن لا، قولهم من غير تفسير يعني لكيفيتها، كيفيتها ما تفسر، أما معناها فيفسر ويوضح. نعم. أمروها من غير تفسير يعني لبيان كيفيتها، هذه ما يعلمها إلا الله، لكن المعنى نحن نعلمه من لغتنا. نعم.